طبعا بالشكر للإخوة الأشقاء من دولة الإمارات على استضافتهم لمباراة السوبر. وكالعادة طبعا يمكن كان ليا حظ في العام السابق أن نحضر مباراة السوبر هناك، وطبعا بشيد طبعا بحسن التنظيم والاستضافة كالعادة من دولة الإمارات الشقيقة اللي تملي بتبقى يعني معانا في كل شيء سواء على المستوى السياسي أو الرياضي. فبشكرهم وبحييهم، في نفس الوقت تحياتي للسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة اتحاد الكرة المصري، السادة الإعلاميين. وطبعا بقول إن استضافة مباراة السوبر في دولة الإمارات بيضيف إيجابيات كثيرة جدا للبطولة، ويمكن من الإضافات طبعا اللي موجودة السنة دي إن يبقى موجود نادي المصري طبعا، ونبقى احنا موجودين وده شرف لينا. وبتمنى إن شاء الله المباراة تبقى يعني تليق بإذن الله بالحدث وبالمستوى اللي احنا بنتمنى طبعا في ظل تأهلنا لكأس العالم، إن نقدم إن شاء الله طبعا مباراة تليق باسم مصر إن شاء الله في دولة الإمارات. وبتمنى إن شاء الله ومتأكد إن هي مباراة هتكون على المستوى الفني والمستوى الأخلاقي إن شاء الله، واجهة مشرفة لمصر كما تعودنا إن شاء الله. بتمنى إن شاء الله كل التوفيق لينا وطبعا للمصر في المباراة، لكن بأكد طبعا إن وجودنا في مباراة السوبر على العام الثاني على التوالي إن شاء الله أكيد شرف لينا، وفي نفس الوقت نتمنى إن شاء الله نكون موفقين فيها. بشكركم وشكرا.